كثير من الناس يرى أنه لا بد من ختم القرآن في التراويح وقيام الليل، فما مدى صحة هذا اللي عندك؟ هذا مفهوم خطأ، وليس واجبا على الإنسان أن يختم القرآن كله في رمضان، لكنه من الأمر المستحسن ليسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. نعم. وأما كون ذلك أمرا لازما فليس بلازم.